الحمد لله حمدا نستفتح به أبواب فضله الواسع، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى الذي هو لكل خلق سني جامع سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد مر معنا في المجلس الماضي في مسجد سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الحديث عن المياسرة بعد ذكر الصيانة والنزاهة، ومر معنا في تعريف المياسرة بأنها مأخوذة من اللين، اليسر، أصل مادتها اليسر، وهو اللين والانفتاح والاستمرار. ولهذا كانوا يصفون الخيل المسرعة يقولون فرس حسن التيسور، إذ أن رجلاه تنفرجان، أن رجليه تنفرجان، وهذا من الانفتاح، وتسرعان في الانطلاق. ومن هنا أخذ لفظ المياسرة. ومر معنا الإجابة عن استشكال قد يحصل في نفوس البعض، وسبب هذا الاستشكال المرحلة التي تمر بها الأمة في زماننا، إذ أن الناس إذا سمعت الكلام عن اللين وعن المسامحة وعن المياسرة تبادر إلى الأذهان مباشرة ما تعيشه الأمة من إشكالات كبيرة تتعلق باغتصاب للأرض وهتك للعرض وانتهاب للمال، فيتوهم المؤمن أن المياسرة قد تخل بمفهوم الذود عن الحمى، أو تتسبب في التوقف عن ردع المسيء وتقويمه. ومرت الإجابة عن ذلك بأن الأخلاق النبوية لا تورث ضعفا بل تورث قوة، ومر تفصيل ذلك. ووصلنا في هذا المجلس إلى الإجابة عن سؤال آخر، وهو كيف نصل إلى خلق المياسرة، وذلك بعد أن نبين نوعي المياسرة. ذكر الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في أدب الدنيا والدين، قال المياسرة نوعان: النوع الأول العفو عن الهفوات، تجاوز عن هفوات الآخرين، والنوع الآخر المسامحة في الحقوق. أما العفو عن الهفوات فأصله يرجع إلى معرفة تجر في قلب المؤمن بأن الإنسان غير معصوم، وأن العصمة في البشرية ممتنعة على غير الأنبياء عليهم السلام. وما دامت العصمة ممتنعة علينا، فمن المتوقع أن نهفو، ومن المتوقع أن نخطئ، ومن المتوقع أن نسيء. فإذا عرفنا ذلك وعلمناه، ثم زدنا على ذلك تبصرة، وهي تفقد الواحد منا لأخطائه هو ولهفواته هو، وتذكر الإنسان لما كان يصدر منه هو من الإساءات ومن تقصير، إذا رسخ في نفس الإنسان تذكر وتأمل وتدبر لكثرة أخطائه هو ولهفواته هو، خف عليه أمر العفو عن هفوات الآخرين. لكن إذا أظلم القلب وانطمست البصيرة والعياذ بالله، وعجز الإنسان عن تفقد أخطائه هو، وصار جاهلا بعيبه، وأقبح الجهل جهل الإنسان بعيب نفسه، إذ أن الذي يجهل ما يصدر عنه هو من باب أولى سيكون جاهلا في التعامل مع ما يصدر عن غيره. لكن من رسخ في قلبه شهود هفواته هو ونقائصه هو وأخطائه هو، خف عليه وقع هفوات غيره وأخطاء غيره ونقائص غيره، لأنه يعلم ذلك من نفسه. وعلى سبيل المثال، إذا وقع أحدنا في نوع من الهفوات، ضعف أمام شيء من المغريات، ثم سمع عمن وقع في نفس الخطأ الذي هو وقع فيه، تراه يحاول في نفسه أن يلتمس له العذر، لعله كان محتاجا، يمكن الرجل كان عنده مشكلة، ربما كانت عنده ظروف. من أين جاء التماس العذر هذا؟ من أنه تذكر فعله هو، والإنسان بطبيعة الحال يحب أن يلتمس لنفسه الأعذار.
فلما كان مستحضرا وجه الخطأ الذي كان منه سهل عليه هو أن يستحضر أو يلتمس العذر في حق من يخطئ. فهذا الطريق الأول لتفعيل مسألة العفو عن الهفوات، تذكر الإنسان لهفواته هو. والطريق الثاني أن يتذكر بأن الذي ارتكبه هو من الهفوات سيعرض في يوم القيامة ساعة وقوفه بين يدي الحق جل جلاله وحيدا فريدا، يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيخاطبه الحق جل جلاله ويذكره بهفواته. ترى الإنسان إذا تذكر هذا الموقف يتمنى على الله ويرجو من فضل الله أن يقابله في ذلكم اليوم بالعفو عن الهفوات. إذن تذكر الإنسان لهفواته، وتذكر الإنسان للحساب الذي يأتي في يوم القيامة، وتذكر الإنسان لرجائه في أن يتجاوز الحق عز وجل ويعفو عن هفواته، يعين الإنسان على أن يعفو عن هفوات غيره ممن يحيطون به. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى. فشان محبة المغفرة مع تذكر النقص منا إذا اقترن بمعرفة نتذكرها بأن جميع الخلق من غير الأنبياء، جميع البشر من غير الأنبياء عرضة للنقص وللهفوات، يعيننا على أن نتجاوز عن هفوات الآخرين. لكن الذي يغتر بنفسه ويتوهم الكمال في حاله ويكثر من التماس العذر لنفسه تعظم في عينه هفوات الآخرين، فتراه لا يعرف العفو عن الهفوات. وإذا رأى من إنسان هفوة شنع عليه وقام يرجف بهذه الهفوة التي رآها، هذه من صفات المنافقين، الإرجاف بهفوات الآخرين والتشنيع على هفوات الآخرين، هذه من صفات المنافقين. وأقبح من ذلك أن يختلق الإنسان لغيره هفوات بالظن، هذا ضد المياسرة، ضد هذا الخلق النبوي الشريف، أن ينظر الإنسان إلى تصرفات البشر الذين يحيطون به ويرى تصرفا من إنسان قد يحتمل الخطأ وقد يحتمل الصواب، فيسبق إلى سوء الظن بترجيح احتمال الخطأ بدون وجود مرجح لهذا الاحتمال. الذي يكون على هذا الحال إنما يكون صنيعه هذا دليلا على حاله هو، على انحطاط حالته هو. وأسوأ من ذلك من يختلق من غير أصل هفوات ينسبها إلى الناس لم يكونوا قد ارتكبوها. وقد حذر الحبيب صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي جاء بإسناد جيد من قوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من ذكر امرأ بما ليس فيه يريد أن يشينه بذلك بين الناس ألقاه الله في نار جهنم حتى يأتي ببينة على ما ذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إنسان يذكر إنسان بشيء لم يكن فيه، بسوء لم يكن قد فعله، قال النبي أن الجزاء على ذلك أن يلقى صاحب هذه الصفة في نار جهنم ولا يخرج حتى يثبت ما كان قد قاله. وفي رواية أخرى: أوقفه الله على جسر على نار جهنم لا يتجاوزه حتى يأتي ببيان ما قد قاله. وفي رواية أخرى: ألقاه الله عز وجل في ربض طينة الخبال في نهر جهنم. وفي رواية أخرى: ألقاه الله عز وجل يتذاوب يذوب في نار جهنم حتى يأتي ببينة ما قاله. هذا جزاء على ماذا؟ على اختلاق الإساءة إلى الخلق الذين لم يسيئوا. لماذا؟ لأن الأصل أنك تعفو عن الهفوات، لا أن تختلق هفوات لم تكن أصلا موجودة في الذين حولك. وهنا يأتي توهم أو يأتي استشكال. البعض يقول: إن أنا تجاوزت عفوت عن هفوات هذا وهفوات هذا وهفوات هذا وهفوات هذا، أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أو لسنا الأمة التي تميزت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ يقالوا بلى، لكن هذا ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولاً، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النهي عن المنكر يكون في حق من يجاهر بمنكره ويصر على هذه المجاهرة، أن يتعمد أن يفشو المنكر بين الناس. لكن المتستر بمنكره أو النادم على منكره لا يخاطب في هذا الباب في ظاهر النهي عن المنكر. هذا في المفهوم العام للنهي عن المنكر. وأما المفهوم الأعمق للنهي عن المنكر
فإن أرقى درجات تغيير المنكر والنهي عن المنكر تغيير محبة المنكر في قلب مرتكب المنكر. هناك كف للتظاهر بالمنكر، إنسان يتظاهر في الشارع بشيء من المنكرات، هذا يجب أن ينهى عن منكره، أن يكف، أن يزجر، أن يوقف عند حده. لكن آخر يعرف عنه أنه يتردد على المنكرات ولا يحب أن يفتضح ولا يجاهر بذلك. النهي عن المنكر في حق هذا النوع من الناس ليس بفضحهم، ليس بالعمل على الأخذ على أيديهم عنوة ليتركوا المنكر، وإنما النهي عن المنكر في حق هؤلاء بالاجتهاد الدعوي عليهم لتغيير محبة المنكر في قلوبهم، لتحويل المنكر إلى منكر في قلوبهم هم، لينكروا على أنفسهم فعل المنكر. هذا الأصل في تغيير المنكر. والنوع الثاني من المياسرة بعد العفو عن الهفوات المسامحة في الحقوق، المسامحة في الحقوق. ما معنى المسامحة في الحقوق؟ المسامحة المعروف معناها، من سامح يسمح يتجاوز، لكن ما المقصود بالحقوق؟ هل يتسامح في الحقوق المتعلقة بالدين، متعلقة بالوطن، متعلقة بالأمة؟ ليس هذا مجال للتسامح. نعم، إن اجتهد على من يسيء في حق الدين، في حق الوطن، في حق الأمة، إن اجتهد عليه حتى يرجع يتسامح معه فيما مضى، ما دام قد تاب ورجع، من تاب تاب الله عليه. لكن الكلام هنا في المسامحة فيما يتعلق بالحقوق، أي فيما يتعلق بحقك أنت، أن تعيش سمو المياسرة في أن تتسامح في حقوقك أنت. والحقيقة أن الذي يتقن المسامحة في حقوقه لابد وأن يكون قويا، هذا نوع من القوة التي تفتقدها الأمة في زماننا. تجد الكثير من الناس يغض الطرف عن الأمور المتعلقة بحقوق الله، يغض الطرف عن الأمور المتعلقة بحقوق الأمة، بحقوق الوطن، يسكت عن كثير من الخيانات، عن الإساءات، لكن إن داس له أحد طرفا، إن لمزه بكلمة، إن لمح عليه بشيء من الإساءة تثور ثائرة غضبه ويقوم. وهذا على عكس هدي النبوة، جاء في شمائله صلى الله عليه وآله وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينتقم لنفسه ولا ينتصر لها، لا ينتقم لنفسه ولا ينتصر لها، فإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. هنا قامت الغضبة تكون فيما يتعلق بحق الله، لكن في حق النفس وهو أعز من خلق الحق سبحانه وتعالى في هذا الوجود سيدنا محمد، ناله في حق نفسه ما لم ينل أحدا من البشر، السب والشتيمة نالته صلى الله عليه وآله وسلم، قيل في حقه كذاب، وقيل في حقه خائن، وقيل في حقه كشاعر، وقيل في حقه ساحر، وحاشاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وقيل وقيل وقيل. هذا الشتم، ماذا بعد الشتم؟ الضرب، ضرب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ووضعت سلة القاذورات وضعت على عاتقه الشريف وهو ساجد، وما ذل، لأنه كان يعفو ويصفح لله سبحانه وتعالى. أكثر من الضرب ماذا؟ الإدماء، أدمي في معركة أحد، دخلت حلق المغفر في وجنتيه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، كسرت ثنيتاه ورباعيته صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، رأى أعز الناس وأحب الناس إلى قلبي وهم مضرجون في الدماء من أهل بيته وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي اللحظة التي كانت الدماء الطاهرة الشريفة تتساقط من جبهته الشريفة ومن وجنتيه الشريفتين، كان يرفع يده إلى السماء ويقول: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. كان بالإمكان أن يرفع يديه ويقول: اللهم انتقم لي منهم، اللهم أهلكهم، ولا، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وسمعناه يرد ملك الجبال عندما عرض عليه أن يطبق الأخشبين على كفار مكة عندما كان في الطائف صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يقول: لا، فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من ينصر هذا الدين. تأملوا، ارتبطت نصرة الدين في هديه صلى الله عليه وسلم بالتجاوز عن الحقوق، بالمسامحة في حقوق النفس. الذي ينصر الله على يده الدين، من يختارهم الله ويصطفيهم لنصرة الدين؟ الدين منصور منصور، ومهما رأيتم مما يحيط بكم من مؤشرات تصيب المؤمن بالكرب أو قد توصل الإنسان إلى اليأس، مهما رأيتم الدين سينتصر.
والوعد الرباني قاطع بذلك، والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم والحق يقول ليظهره على الدين كله، ويقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: فوالذي نفسي بيده لن يبقى على وجه الأرض بيت مدر أو حجر أو شعر إلا دخله ديني، بعز عزيز أو بذل ذليل، زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن ديني سيصل إلى ما زوي لي منها، وإن هذا الدين يبلغ ما بلغ الليل والنهار. الإخبارات قوية في أن الدين منصور، ليست هنا القضية، لكن القضية: هل أنت ممن سيصطفيهم الله لنصرة الدين؟ هل سيختارك الله لينصر بك هذا الدين أم لا؟ هل ينيلك الحق هذا الشرف؟ الذين ينصر الله بهم الدين لهم أوصاف، من أوصافهم المياسة، ومن أوصافهم في تفريعات المياسرة المسامحة في الحقوق. شوف لما يقول النبي لملك الجبال: لا، يعني لا تتركهم، لا تهلكهم، هذول الذين طردوا وأذوا وأساووا إليه وضربوا، قال: لا، فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من ينصر هذا الدين. جاء رجاء نصرة الدين متفرعا عن معنى المياسرة، عن المسامحة في الحقوق. علم الحبيب أصحابه هذه المعاني، فرأينا في الصحابة رضي الله تعالى عنهم عجائب من المسامحة فيما يتعلق بالحقوق، بل هو ابتدأ بذلك في نفسه. ثم قام في مكة وقد رأى كفار قريش، عتاولة كفار قريش الذين آذوه وحاربوه السنوات الطويلة، والتفت إليهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. رأينا ذلك في أهل بيته صلوات ربي وسلامه عليه وعليهم أجمعين. يذكرون عن سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين عليهما السلام، هذا السجاد، يأتي الرجل فيسبه ويشتمه على باب المسجد، صاحب 1000 ركعة، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، يأتي الرجل فيشتمه على رؤوس الأشهاد: يا فاجر، يا فاسق، يا كذا يا كذا. والإمام صامت ينصت للرجل، والذين حوالي الإمام أخذتهم الغيرة، الغضب، أرادوا أن يبطشوا بالرجل، قال: دعوا الرجل يكمل. لما فرغ الرجل من كل ما عنده قال: أفرغت يا أخ العرب؟ وفي رواية أنه قال له: أفرغت يا ابن أخي، كان شابا متحمسا الذي قام يشتم ويسب، أفرغت يا ابن أخي؟ قال: نعم. قال: أما وكل الذي قد ذكرت فيا، وما خفي عنك أعظم، ألك حاجة أقضيها لك تلقاء نصيحتك؟ رجل سب، ما نصح، شتم، ذم، ألك حاجة أقضيها لك تلقاء نصيحتك؟ يأتي في خاطر المستمع أحيانا في هذه اللحظة تفكير، فيقول: طيب، هذا ما هو ضعف، أنا لو تعاملت بهذه الأخلاق بيدوسون دوس. وين الناس اليوم؟ ليسكت لهم يركبون على ظهره يفعلون كذا، نقول: اسمع اسمع، هذا فهمك، أنا أحترمك، لكن إمام أهل الفهم عن الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول: ما ازداد امرؤ بعفو إلا عزة. طيب، هذا فهم سيدنا محمد. ما ازداد امرؤ بعفو إلا عزة. سيدنا محمد يقول: كلما عفوت كلما أعزك الله. وانت افكارك قد تاتي وتقول: يمكن في هذا الزمان ان انا عفوت الناس. طب ترجح منها؟ تاخذ بتفكيرك انت وانفعال نفسك، ولا تاخذ بصاحب الفكر العظيم صلوات ربي، صاحب الوحي الالهي الذي لا ينطق عن الهوى؟ ها، طيب، الدليل على ذلك انظروا تكمله القصه، شتم وقال له: جزاك الله، يعني لك حاجه اقضيها لك تلقاء نصيحتك؟ بكى الرجل من ساعته وقال: أشهد أنك ابن رسول الله، سامحني، فإن القوم قد أغروني. قالوا: إن أنت جعلت علي بن الحسين يجهل عليك. ما معنى يجهل؟ الجهل هنا ضد الحلم وليس ضد العلم. يجهل عليك أن يسيء ويسب ويلعن ويشتم. إن جعلت علي بن الحسين يجهل عليك أعطيناك 1000 دينار من الذهب. قال: أوهذه؟ قال: مش 1000 دينار تقوم تسب تلعن وتسيء الأدب؟ كم من المسلمين اليوم يسيء ويتعدى من أجل دراهم ودنانير، يبيع المروءة ويبيع الصدق ويبيع الأمانة من أجل مال يدفع له، يقوم يسوي يلعن ويؤذي. سبحان الله، رخصت عليه نفسه. واحد يرفع لمن هذا حاله، لأنه أرخص نفسه ونفسه عزيزة عند الله غالية. قال: لا، هذه؟ قال: نعم. التفت إلى صاحب بيت ماله، أحد من الذين من مواليه، قال: عندنا في بيت المال 1000 دينار. قال: نعم. قال: أعطوها الرجل. قال: خذ 1000 دينار ولا تجعلنا نجهل عليك. فانصرف الرجل وهو يقول: ما رأيت مثل هذا قط. إذن
الخلق هنا أحدث تغييراً في نفس الذي يسيء. إذن المياسرة هنا مظهر قوة في هذه المعاملة. ومن أنواع المياسرة التجاوز عن الحقوق والمسامحة في الحقوق ما يتعلق بالحقوق المالية. كان الأصل عندهم التجاوز عن المعسر، عن المسيء. جاء فيما رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ورواه الإمام مسلم أيضاً في صحيحه، كذلك الإمام البخاري في الأدب المفرد، أن رجلاً ممن كانوا قبلكم حوسب فلم يوجد له عمل خير قط، ما فعل شيء زين، إلا أنه كان ميسوراً عنده مال، وكان يأمر عماله بأن يتجاوزوا عن المعسر. فلما وجد ذلك قال الله لملائكته نحن أولى بذلك منه قد تجاوزت عنه. قال هذا ما حصلوا عمل خير قط، لكنه كان يتجاوز عن المعسر، أحد قل عليه المال ما قدر يسدد الدين أو ما قدر يوفي بحق البضاعة أو في جانب المال. قال كان هذا الرجل يقولهم تجاوزوا عن المعسر، فقال الله عز وجل للملائكة نحن أولى بذلك منهم، تجاوزوا عنه خلاص سامحناه. من أين جاء ذلك؟ من أصل المياسرة، من التجاوز. ثم الأمر يبتدئ بطلب المقابل. ما هو طلب المقابل؟ أن يتجاوز الحق سبحانه وتعالى عنك، أن يسامحك. ثم يرتقي الأمر إلى معنى أرقى من طلب أن تسامح يوم القيامة، وهو معنى أن يحبك الله. هذا معنى راقي الذي يعيشه ويفكر في القيامة وأن يسامحه الله في يوم القيامة، هذا شيء عظيم. لكن أعظم من ذلك أن تعيش معنى أن يحبك الله. كيف؟ قال أن هذه الأخلاق الراقية يحبها الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت اعتدت خلق المياسرة، إذا اعتدت أن تتجاوز عن الناس وأنت تنظر أثناء فعلك هذا إلى طلب القرب منه سبحانه وتعالى، فإن هذا يحول المياسرة إلى خلق أصلي فيك. بداية المياسرة مجاهدة. كيف تصل إلى المياسرة؟ نفسك بغت ترد، بغت تسب، بغت تريد تأخذ بذلك وهذا، لكن تتذكرها، تقول عاد الله بيسامحك يوم القيامة، تجدين المسامحة هناك يوم القيامة. طيب خلاص تهدأ على مضض، لكن مرة مرتين ثلاثة تتدرب النفس على المياسرة، ثم تبدأ تخاطبها تقول لماذا لا تكون المياسرة راسخة فيك؟ لأنها خلق يحبه الله سبحانه وتعالى. أصحاب الرسوخ في ذلك يرتقون إلى المكارم. كانوا يذكرون عن الحسن البصري رحمه الله أنه أرسل عمر بن عبيد الله أحد أصحابه ليشتري له إزارا بستة دراهم ونصف، أعطاه سبعة دراهم قال اذهب واشتري لنا إزار. ذهب إلى السوق فوجد البائع قال هذا الإزار بكم؟ هذا يصلح للحسن البصري. قال هذا بستة دراهم ونصف، فأعطاه سبعة الدراهم. قال لك نصف درهم. قال لا خذه، فإنني قد اشتريت هذا الإزار لرجل يستحي أن يقاسم أخاه المسلم درهما. هذا معنى من المياسرة، هذا معنى من, 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 من سماحة النفس. هنا يأتي سؤال، يقول واحد طيب هذه المياسرة كيف تكون مع الضبط؟ واحد خلاص بتكون أمواله مسيبة تضيع الحقوق. يقول لا، المياسرة لا تناقض الضبط. كانوا يذكرون عن سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، كانوا يقولون عنه أنه أكرم بني هاشم في عصره، أكرم أهل زمانه، عبد الله بن جعفر الطيار. نعم، عبد الله بن جعفر الطيار ذات يوم كان في بيع وشراء، فباخس أي بصر ألح على الذي يتعامل معه في فلس، في شيء يسير جدا أقل من الدرهم من المال. فبعض الذين رأوه قالوا عبد الله أنت الذي يروى عنك من الجود والكرم ما يروى، ماذا يروى عنه من الجود والكرم؟ كانوا يذكرون أنه دخل على معاوية بن أبي سفيان في أيام خلافته فأعطاه 200,000 دينار من الذهب دفعة واحدة، فاستنكر ذلك الجلساء معاوية، قالوا أتعطي 200,000 دينار من الذهب لرجل واحد؟ قال ثكلتكم أمهاتكم، أنا لم أعطيها لرجل واحد بل أعطيتها لأهل المدينة أجمعين. قالوا كيف ذلك؟ قالوا اذهبوا في أثره وانظروا ماذا يصنع. قالوا فلم يمر الشهر لو قد فرقها على أهل المدينة أجمعين. يذكرون أنه هو والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما خرجوا معا إلى جهة البادية فأظلوا الطريق واشتد بهم العطش وهم في وسط الصحراء في البادية، فمروا على امرأة عجوز في خيمة لها، ولما أقبلوا عليها ورأت عليهم أثر العطش والجوع قالت هذه الغنيمة التي عندي الشاة أحلبوها واشربوا لبنها ثم اذبحوها وأصنعها لكم أطبخها لكم وتأكلون. ففعلوا، ثم قالوا لها إذا دخلت إلى المدينة فمري بنا نجازيك نكافئك. جاء زوجها فوجد الشاة التي يملكونها قد ذبحت، وجد الجلد، قال يا هذا أين الشاة هي التي نملك؟ قالت عذرني فقد أقبل علي 3 نفر
لو نظرت إلى وجوههم ثم لم تجد إلا أن تذبح أحد أبنائك لهم لفعلت. مرت الأيام عليهم واشتد بهم الفقر والضنك حتى دخلوا إلى المدينة وكادوا أن يتكففوا، والعرب أهل الأصالة يشق على الحر منهم أن يتكفف الناس، لا يصبر على ذلك. فمر سيدنا الحسين بالسوق فوجد هذه المرأة فعرفها العجوز، قال: أنت صاحبة الخباء التي أكرمتينا؟ قالت: وأنت الذي جئت مع النفر؟ قال: نعم. هل أمي حتى أكافئك أنت وزوجك؟ فلما جاءت إلى البيت أعطاها 1000 شاة بدل الشاه، وأعطاها 1000 جارية تخدمها، وأعطاها 1000 مملوك ليرعوا لها، عفوا، أعطاها 1000 شاة وأعطاها جارية تخدمها وأعطاها مملوك يرعى لها هذه الشياة، وأمر من عنده، أحد من كانوا عنده، أن يذهب بها إلى الحسن ليكافئها أيضا. فذهب بها إلى الحسن فقال: ماذا فعل أخي؟ قالوا كذا. فأمر لها ب1000 شاة وجارية تخدمها ومملوك يرعى لها الشياة، وقال: اذهبوا بها إلى عبد الله بن جعفر ليكافئها. فلما وصلت إلى عبد الله بن جعفر قال: هل مررت بصاحبي من قبلي؟ قالت: نعم. فماذا أعطياك؟ قالت: أعطاني كذا وكذا. قال: لو ابتدأت بي لا تعبتهما، ولكن خذي 2000 من الشياه، وخذي جاريتين، وخذي مملوكين يرعيان لك هذه الشياه. قال: فانقلب الرجل وزوجته وهم أغنى من في البادية، 4000 راس من الغنم معهم. هذا صاحب الكرم عبد الله بن جعفر الطيار. استغربوا، وجدوه في التجارة اشتد على شيء بسيط، على أقل من درهم، فقالوا: أو تصنع ذلك وأنت من أنت في الجود؟ قال: نعم، إنما أجود بمالي وأبخل بعقلي. لا أحد يستخفني بيضحك علي في مسألة بيع وشراء، ما أقبل ذلك. نعم، إذا هو محتاج ظن أنه يضحك عليك وباع لك البضاعة بقيمة كذا وكذا، وأنت تعلم أنه فقير ومحتاج فتجاوزت بنية الصدقة، هذا شيء آخر. وكانوا يذكرون عن الإمام محمد بن أحمد المحضار رحمه الله، من كبار الدعاة الذين نشروا الإسلام في أندونيسيا، خرج من اليمن هنا من حضرموت، كان في قرية يقال لها بندواسة، كان مشهورا بالكرم، حتى كان يذبح أحيانا في اليوم الواحد 100 راس لضيوفه، وكان يشتغل بالتجارة. وفي يوم من الأيام هكذا اختلف مع رجل في أمر متعلق بالسلعة، وأصر على أن تكون الأمور منضبطة في مبالغ ما تذكر، شيء يسير. قالوا: أنت الذي تذبح 100 راس للضيوف والآن تجادلنا على فلس صغير أو شيء يسير؟ قال: نعم، ذاك من باب الكرم، تعال ضيف عندي وانظر ماذا أفعل معك، وهذا من باب الضبط. إذن المياسرة لا تناقض الضبط، والفرق بين المياسرة وبين الانفلات الذي لا يتناسب مع الضبط أن المياسرة تكون مع علم صاحبه بما يصنع، المياسرة تكون بفعل يدرك صاحبه ماذا يفعل أثناء فعله. ولهذا كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الكبير المتابع لسنة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، إذا رأى بعض مواليه المماليك من الذين عنده، إذا رآهم يتنسكون ويتعبدون يعتقهم، من رأى منه الصلاح والعبادة يعتقه. فصار بعض الغلمان الذين عنده يتنسكون تظاهرا، إذا رأوا عمر عبر في المسجد قاموا ظهروا التخشع والبكاء، وقاموا يصلون في الليل حتى يراهم على هذه الحالة يعتقهم، فكان يعتقهم. فقيل له: يا ابن عمر، إن هؤلاء يخدعونك، يريدون منك، يتظاهرون أمامك لتعتقهم. قال: من خدعنا بالله انخدعنا له. قال: أنا أعرف، أنا لست بغبي ولا بجاهل، ولكني لما رأيتهم يتظاهرون بمعنى الوقوف بين يدي الله أكبرت حتى التظاهر بمعنى القرب من الله عز وجل. ولأن الشريعة تواقى إلى العتق، فكان يفرح بمسألة تحرير الرقاب. إذن شان المياسرة الذي نحتاج إلى التأكيد عليه في نهاية المجلس هذا، شان المياسرة مرجعه إلى تذكر الإنسان لعيوبه، وتذكر الإنسان لحاجته للمغفرة، وتذكر الإنسان لحاجته لأن يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. ثم أنها في أول الأمر تكون تكلفا، ليس من الخطأ أن تتظاهر بالمياسرة وقلبك لم يسمح. في بداية الأمر تكلف، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما جاء في الحديث، هكذا مع التكلف يسهل على الإنسان فعل الخير، ومع قراءة سير أهل المياسرة يسهل على الإنسان فعل الخير. أيضا المياسرة يترتب عليها قوة في صاحبها، والأمة التي يكثر فيها أصحاب المياسرة تكون أمة قوية ذات منعة. لماذا؟ لأنها أمة
أصحابها وأفرادها يدركون كيف يضبطون أنفسهم. ما الذي يكون ضد المياسرة؟ الشح هذا والغلظة وحب الانتقام من أين تأتي؟ تأتي من دواخل، مرض في داخل الإنسان، تأتي من ضعف داخل الإنسان يكون أمام ما يريد. إذن هي مصدر قوة لهذه الأمة، ويأتي الحديث إن شاء الله عز وجل في المجالس القادمة عن الطبقة الثانية من الأخلاق التي تتفرع عن العفة. مر معنا في المجالس الماضية أن الطبقة الأولى من الأخلاق التي تتفرع عن العفة الصيانة والنزاهة والمياسرة، ويأتي الحديث في المجلس القادم عن أول الصفات المتعلقة بالطبقة الثانية من أخلاق المتفرعة عن العفة. نسأل الله عز وجل أن يحققنا وإياكم بهذه المياسرة يا رب، كما أكرمتنا بالحديث والاستماع في شان المياسرة وهذه الأخلاق النبوية. فأسألك اللهم ألا تجعل حظنا من ذلك لقلقة اللسان ولا مجرد استماع الآذان. اللهم اجعل لهذا الأمر حقيقة تقر في الجنان، تستجيب لها الأركان. يا حنان ويا منان، افتح لنا في أبواب الأخلاق النبوية ما نتهيأ به لكمال الثبات عليها يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا كمال الصدق والإخلاص، وارزقنا الحق والعدل في سائر ما نقول ونعمل ونعتقد وننوي يا رب العالمين. اللهم أحيي من أخلاق الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة ما مات، ورد عليها منها ما فات، وادفع عنها السوء والآفات. إنك قريب مجيب سميع للدعوات، يا أكرم من سئل وأجود من أعطى وما بخل. اللهم بارك في هذا المسجد وفي من عمره وفيما عمر له، واجعله منارة هدى ونور تمتد أنوارها وبركاتها في هذه البلد وفي سائر بلاد المسلمين. وبارك اللهم في بلدنا هذا، بلد الإيمان الذي دعا له سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في هذا البلد، وارزقه من حسن الاستقرار والأمن والإيمان والهدى والنور والبركة والصلاح ما أنت له أهل يا رب العالمين. وأصلح الراعي والرعية، وألف بين قلوبهم بالخير، وادفع شر بعضهم عن بعض، واحفظ بهم البلاد والعبادة، يا أكرم من سئل وأجود من أعطى وما بخل. اللهم وحد صفوف المسلمين، وحد قلوب علماء المسلمين، واجمع بينهم على الخير والحق والهدى. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، وخلص أولى القبلتين. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، وعن إخواننا في العراق، وعن أهل لا إله إلا الله في مشارق الأرض ومغاربها، وعن كل مظلوم من خلقك يا رب العالمين. واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحقائقها متحققين حسا ومعنى، ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.